سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. وزاره الصحه اعلنت في اخر احصائيه لها تسجيل 55 حاله قائمه جديده منها 13 حاله لعماله وافده و36 حاله لمخالطين لحالات قائمه، اضافه الى ست حالات قادمه من الخارج، في حين لم تسجل اي حاله وفيات خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 47 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 626 حالة